معنى الحمق والحماقة؟ قال ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقة السوق، إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأي، فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور. والحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة، وهو داء دواؤه الموت. قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والحمق مزموم بالحديث الشريف الذي جاء فيه: الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى، إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهي العقل. وقال عيسى عليه السلام: عالجت الأبرص والأكمه فأبرأتهما، وعالجت الأحمق فأعياني. وحكى الأبشهي أن أحمقين اصطحبا في طريق، فقال أحدهما للآخر: تعالى نتمنى على الله، فإن الطريق طويل ونقطعه بالحديث. فقال أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفها. وقال الآخر: وأنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى لا تترك منها شيئا. قال: ويحك، أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة؟ فتصايحا وتخاصما، واشتدت الخصومة بينهما حتى تماسكا بالأطواق، ثم تراضيا على أن من يطلع عليهما يكون حكما بينهما. فطلع عليهما شيخ بحمار عليه زقان من عسل، فحدثاه بحديثهما، فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل كله على التراب. وقال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. طلع أحمق منهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأمم السابقة يتعبد في صومعة، فأمطرت السماء وأعشبت الأرض، فرأى حماره يرعى في ذلك العشب، فقال: يا رب، لو كان لك حمار لرعيته مع حماري. فبلغ ذلك بعض الأنبياء، فهم أن يدعو عليه، فأوحى الله تعالى إليه: لا تدع عليه، فإني أجازي العباد على قدر عقولهم.